ولأن مفاجآت العراقيين لا تتوقف بقطاع، فقد تربع أطفال الوطن على صدارة بطولة الحساب الذهني الدولية والتي أقيمت في مدينة أنطاليا في تركيا، متفوقين على 18 دولة عربية وأجنبية. استطاع أكثر من 20 طفلا عراقيا حصد المراكز الأولى، ويعتبر المشارك الخطاب عمر من محافظة صلاح الدين أول متسابق يحصل على أعلى مرتبة في المسابقة لموسمين متتاليين، وهو الإنجاز الذي يحسب لتربية المحافظة ونجاحها. سمين زياد بدري من العراق، عمري 14 سنة. شاركت في برنامج الحساب الذهني المقام في تركيا أنطاليا وحصلت على المركز الثاني، وحليت 97 معادلة وديجيت 8 رو، والحمد لله حصلت المركز الثاني. ثمان دقائق ونص، حليت 97 معادلة بثمان دقائق ونص الحمد لله. أنا والدة الطالبة ياسمين زياد بدري، الحمد لله شاركت بالمسابقة مال الحساب الذهني وحصلت على المركز الثاني الحمد لله، والشكر هي أول إلها، أول مسابقة إلها وقام دوليا، أول مرة تشارك الحمد لله والشكر، حصلت على المركز الثاني، ونهدي هذا الفوز للعراق العظيم طبعا بالدرجة الأولى، وبعدين بالدرجة الثانية اللي هي المؤسسة الرغد لتنمية القدرات الذهنية اللي هي ست زينب القديرة والكادر مالتها اللي هي ست إيناس وكل المدرسة، يعني ما قصر والله. أنا طالب أحمد محمد غازي، شاركت في مسابقة الذهن السريع في أنطاليا، حصلت المركز الأول، تدربت في مركز الرغد لتنمية القدرات الذهنية. أشكر طريق وماس على أدام على هذه المسابقة، أنا أصغر مسابقة بالأم والبابا، أنا أصغر متسابق بالمسابقة. أنا طالبة سما محمد غازي، شاركت في مسابقة الحساب الذهني السريع المقامة في أنطاليا، حصلت على المركز الأول على فئة Intermediate 2 C2، أتدرب في مركز الرغد لتنمية القدرات الذهنية. كان توقيت المسابقة 8 دقائق ونص، حليت أكبر عدد ممكن أقدر أحله. أشكر أهدي هذا الفوز إلى العراق ومدرباتي ست زينب وأهلي، شكرا. أنا والدة الطفلية سما محمد غازي وأحمد محمد غازي، متشاركين في مسابقة الحساب الذهني السريع التي أقيمت في أنطاليا، شاركت بها 18 دولة عربية وعالمية. حصلوا أولادي على المركز الأول كلنا حسب فئتي العمرية. حمودي عندي أصغر متسابق في المسابقة كلها، يعني ماكو طفل أصغر منه في كل المسابقة من كل الدول، وقدر العراق أن يحصل على مراكز متقدمة في كل الفئات العمرية، يعني كل الأطفال المشاركين 30 طفل كلهم رجعوا بكؤوس من المركز الثالث إلى سوبر شامبيون اللي هو أول الأوائل، والعراق كان يعني متصدر على كل المسابقات.